عزيزي المواطن والمقيم، تعلن بلدية صحم عن تخصيص 44 موقعا كنقاط تجميع مخلفات ذبح الأضاحي، مع تركيب لوحات إرشادية لتوضيح المواقع على جانبي الشارع العام ومداخل القرى والشوارع الداخلية للذين لم يتمكنوا من ذبح أضاحيهم بمسلخ البلدية، وذلك بهدف حماية الصحة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي للولاية ولضمان التخلص السليم للمخلفات. فلنتعاون معا في ذلك، وكل عام والجميع بخير.